السلام عليكم. الفيديو الاولاني راح، كنت فاتحاه وانا بفتح الحاجات دي، الكرتونه بتاعه اللعب اللي لسه جايه، جالي القلم اللي هو كتب التلوين الجديده دي، جالي بقى بشكل جديد. القلم ليه سن كده، القلم اللي بتملي ميه، اشكال جايه لي جديد قوي، جديد قوي جديد، انا تهييس تهييس تام. جات لي الكور دي، الناس معرفوش يجيبوني من التليفون ده، ما شاء الله جابوني من التليفون التاني اهو. الكور دي اهيت سجادة التلوين. انا عايزة افتح واحدة معاكم، بس الستاند بتاع الموبايل مش معايا دلوقتي اهو. جالي كمان اهو، الله اشكال جديدة، جالي اشكال جديدة من كتب الالوان القمر دي. جالي كمان اشكال بلانيت عرايس. ايه يا بنتي بتعملي الحاجات اللي ده لهو ده ليه؟ جالي كمان اشكال اطفاليقه، عشان ايه؟ طب بعد كده نجيب الستامب. الله الله، طب اقسم بالله قمر، لا جميله جميله. انا ما حاجه بتعجبني بوستون، انا اصلا عيب اهي. حلوة جدا جدا جدا. لا خلاص احنا نجيب ده من الشركة دي بعد كده، خلاص انا اقتنعت وجبت. ايه مش عارفة اعمل يا جدعان بايد واحدة، بعد كده فكروني اجيب الاستاند. عايز افتح معاكم سجادة التلوين دي، لان سجادة التلوين دي جديدة، مكتوب عليها ان هي من بعد 3 سنين و12 كولر بان ومش عارفة ايه. هي فيها ايه؟ هي تقريبا في حاجات كتير جوه، بس انا ايه مش قادرة افتح دلوقتي. دي بقى علب الوان جديدة، السلام عليا وعلى حواليا. علب الوان جديده، فيها ايه جوه؟ فيها الوان، فيها 36 لون تلوين. هفتحهم. طب استنى، طب عليا النعمه مش خساره فيكم. حد يقول لي اسند التليفون فين؟ عليا النعمه سند التليفون على اكياس وكمامه اساسا اهو. بفتح واحده من دي اهي، افتح بقى ايه هي متسلفنه انا دايما. يلا مش مشكلة يعني، هتشوفوا الحيل العدل يعني، أمر لله. منظري شبه البسطول، مش قادرة، روحي متمرمدة أهي. أنا فتحت طبعا، هي كانت متسلفنة أهو. ده أول دور، هي بتتعمل إزاي؟ أنا عايزة أفهمها. ده حاجة وقعت، أدوار أدوار أدوار. الله، لا هو الموضوع كبير وانا مش قادراه. طب اعمل ايه دلوقتي؟ الموضوع كبير مش فاهمه اي حاجه. يبقى نطلع لايف تاني ما افهملها. طيب ولا اعمل ايه؟ منين بنطلع اللايف؟ الله ايه ده؟ الله لا استنوا، انتوا مش فاهمين حاجه دلوقتي اللي حصل. طب انا فجأة لقيتها بتتفتح من يدي اهي اهي، فجأة لقيتها. انا مش عارفة جت ازاي يعني، انا مش عارفة هي كانت كده، اقسم بالله ما عارفة جت ازاي بقت كده. لا انا بكرة شفتوا بقى، شفتوا الحركات القرعة بقى اهي اهي. مش عارفة افتح، بكرة اختي تمسك لي الاستند وانا اصوغ اهي. بتتفتح. طيب ايه تاني وصل يا بنت يا مرمر؟ وصل دول كراسات، اللي بقول كراسات مهيسة يا جدعان والله. شنطة التلوين 86 لون، تمام. دول وصلوا، وصل كمان الديناصور الذي يضغط على الصوابع يروح عاضد، وكمان الوان، ولكن 168 لون وفي الالوان واحد. طيب تصبحوا على خير بقى، عشان انا بوظت الدنيا.